لمناسبة ذكرى السنوية الخامسة لإعلان إمبراطورية نورستان، وهو مشروع ميشيل إلفتريادس السياسي والاقتصادي والاجتماعي، جرى على مسرح الميوزيك هول حفل استقبال ضخم حضره سفراء بلدان عدة مثل المملكة المتحدة وبلجيكا وكوريا الجنوبية وقطر وغيرها، وحشد من الدبلوماسيين والسياسيين والإعلاميين ومواطنين نورستانيين. وقد عزفت خلال الحفل الفرقة الإمبراطورية ألحانا عسكرية من ثقافات مختلفة، وكانت في المناسبة كلمة للإمبراطور ميشيل الأول.